أنتم سواحنا أيها المقاتلون. تحقق القول الذي رفع صباح السبت. أصبحت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مشارف بيحان بعد سيطرتها شبه الكلية على حريب وعسيلان بين مأرب وشبوة. أول ما أبشركم بالنصر اللي لابد منه ومحتوم، وفي هناك ثلاث ألوية في بيحان قد الحضر لها فترة، في حريب لواء، وفي شرق بيحان لواء، وفي أسفل بيحان لواء. خلال يومين فقط أنجزت العملية العسكرية التي انطلقت لتحرير ما تبقى من مناطق شبوة ما لم تنجزه خلال الأشهر الماضية. تشكل حسم معركة عسيلان وحريب بداية رسم معالم جديدة في الخارطة الشرقية بوصفها عنوانا لمعركة ستحسم قدرة الميليشيا تماما على التحكم بمنابع النفط والتهريب. في معركة ما قبل السيطرة الكاملة على عسيلان وحريب شارك فيها طيران التحالف، قتل 13 عنصرا من ميليشيا الحوثي وأسر 7 آخرون، فيما أصيب نحو 30 من رجال الجيش والمقاومة بإصابات متفاوتة. تحرير المنطقة النفطية التي تقع في الجهة الغربية من شبوة يعني تحرير وتأمين أهم حقول النفط ومواقع عدة لشركات عالمية، كما تمهد الطريق للسيطرة على بيحان آخر معاقل الميليشيا. تستمر قوات الجيش الوطني في تطهير المناطق شبرا شبرا من جيوب الميليشيا، وتعبد القوات طريق زحفها نحو تحرير كامل مناطق شبوة وما تبقى من مناطق مأرب بما في ذلك بيحان ومن ثم صرواح. قلب الصحراء حتى الآن لا يسيع سوى الفرحة بنهار ختم فترة من الإنجازات العسكرية شرق البلاد. يدرك الجيش الوطني والمقاومة تماما أن الحرب لن تضع أوزارها غدا، فالإبقاء على تأمين منابع الثروة والطاقة يعني قطع إمدادات الميليشيا تماما وسد منفذ مرور الأسلحة والمشتقات من المنطقة الساحلية في شبوة وحضرموت إلى البيضاء الخاضعة لسيطرتها.